بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا هو أبد الآباد. يا ربنا اجعلنا من خير العباد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شوف روشتة باللغة الأخرى روشتة عالمية كونية دائمة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا الإسراف في كل ميدان خاصة في الأكل والشرب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من ملأ ابن آدم شر من بطن يعان شر من بطن، إن كان ولا بد فلو قيمة. أعلى عنا اللي يقولوا روح مسلمين وما هم بالليل والنهار وناسين اللي مجيهم الغم، لأنهم يأكلوا في الحرام ويشربوا في الخمر بدون اسمها، فهي حرام وقالوا ما جرى. قال لك بودكا مش خمر، مش كول هنا، هذه بودكا، هذه جاية من فرنسا شمبانيا، وجاية البودكا من روسيا، ولا الله أعلم كيفاش يختاروا الكلام وكيفاش عاملين روحهم يعرفوا كل شيء. هو كيف تسألوا سؤال أين تقع مونتينيغرو، قل لك هي في جنوب أفريقيا مش في جنوب وسط أوروبا، لا جنوب أفريقيا، ولا في أقصى غرب الولايات المتحدة، وإنه مجر. نعوذ بالله من كل شر من ظاهر وباطنه، فأعدنا يا ربنا وأنت مولانا وأنت نصيرنا، نجينا من النيران، من نيران الدنيا والآخرة. آمين يا ربنا يا كريم.